مستمرة. كل شكر لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة المنظم لكل صغيرة وكبيرة. وكذلك نشكر اللجان المنظمة في أرضية ميدان سيف العرب بقيادة الأخ محمد الرزي وسهيل المزروعي والأخوان اللي قايمين بالعمل والتنظيم. أشواطنا مستمرة والمتعة مستمرة في تحديات ومتابعتنا في هذا اليوم لهذا الملتقى الكبير، لهذا الملتقى الخليجي بنسميه في هذا اليوم قبل الختاميات وقبل المهرجانات اللي اشتقنا عليها حقيقة من العام الماضي، مستبشرين دائما مبتسمين مع كل معاركنا في أرضية ميدان المرموم وميدان سيف العرب والميادين التابعة لنادي دبي. نسير إلى مقدمة الشوط مع شوطنا الثامن الذي يضم ركبه من الجعدان إلى مقدمة الشوط وإلى البداية. وهذا هو هملول سلطان بن مطر بن شبيل الاختبي على المقدمة وعلى البداية، بينما خداع يتقدم على مستوى المركز الثاني سهيل بن عيلان بن كراز السبوسي، ولكن راغب لي اللي تدخل الآن اللي يدور طريق وخذ المقدمة في هذه اللحظات. هذا مدبر عبد الله بن شطيط بن سيف الاكتبي يا سلام، ولكن هنا المركز الرابع اللي غادم اللي واصل لنا في هذه اللحظات جلمود راشد بن ناصر بن سالم العويسي، وهنا في هذه اللحظات من يتدخل من الغادم في هذا المعترك وفي هذه المنافسة القوية الشهم مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي. اهلا بالجميع، اهلا بالغادمين، وهنا الاسماء اللي غادمة وشعارات، ولكن نعود الى مدبر، اعود الى مدبر اللي على المقدمة الاولى اللي دبر عنهم وراح نحو المقدمة والصدارة ونحو البداية الاولى. في هذه اللحظات ياتينا عبد الله بن شطيط بن سيف الاكتبي، ولكن حذار يا الاكتبي، حذار يا بن شطيط، من اللي غادم؟ خداع اللي راح. الله وياك يا مالكي خداع، الله وياك يا سهيل بن عيلان بن كراز السبوسي بمتابعته، ايضا احمد بن عيلان اللي يتابعه اللي يراقبه مع اللحظة الأخيرة. ولكن في المركز الثاني، في المركز الثاني جلمود راشد بن ناصر بن سالم العويسي، ولكن هذا حافظ الى اهل الهير، الى الهير السلام، الى اهل الهير سلام وتحية واحترام على فوزي خداع، على فوزي خداع، ما شاء الله على خداع وانطلاقتي خداع. تهانينا لسهيل بن عيلان بن كراز السبوسي، مشكور يا ابو شهاب مشكور. المركز الثاني وصل اللي هو الان جلمود لراشد بن ناصر بن سالم العويسي، والمركز ايضا الثالث، المركز الثالث وصل مدبر لعبد الله بن شطيط الاكتبي. هذه هي النتيجة، عودة إلى التوقيت الزمني 2:58 هو توقيت خداع اللي فاز وحده. أهالي منطقة الهير ميدان الجبيب يستاهلون كذلك الفوز والانتصار. هنيا لسهيل بن عيلان بن كراز السبوسي، تهانينا والناموس للجميع.